بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في معهد المحاماة، مقر معهد المحاماة ومقر حلف اليمين، وده مكان مقدس بالنسبة لحضراتكم. احنا بنرحب بكم وبنفرح بكم دفعة جديدة تنضم إلى الدفعات التي تخرجت من معهد المحاماة، وتعلمون جيدا أن معهد المحاماة له دور أساسي، بل هو صاحب الدور الأساسي في أداء حضراتكم أداء جيدا مهنيا وعلميا لإعدادكم للغد. احنا بنرحب النهارده محامين شمال القاهره وجنوب القاهره وشمال الالويه وجنوب الالويه. طبعا احنا النهارده يوم تاريخي بالنسبه لحضراتكم. ليه؟ لان النهارده جلسه حلف اليمين قسم اللي معانا كيف هيشرحه، لان القسم ده شرط اساسي من شروط القيد في مقاومه المحاماه. اللي ما يحلفش القسم ما يتمتعش باكله باطل. يعني ده اهم اول شرط. اول شرط كنت بتعملوه النهارده، اول شرط اللي بتعملوه النهارده روح اليمين. باقي بقى كلها الحاجات اللي ايه؟ اللي انتوا عملتوها، اللي انتوا عملتوها عشان تقدموا معهد. طبعا مش هتكلم كتير. انا استاذ يحيى طبعا معلم لطيف، طبعا عالم معروف ولطيف مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ومحامي للطراز الاول، صاحب رسائل المحاماه، صاحب مؤلفات في فروع القانون المتعدده والمتنوعه، وصاحب مؤلفات في مجالات الحياه المتنوعة برضه، وفي وصاحب مؤلفات في تفسير في علوم الدين المتعددة. فإحنا موجودين أو نقيبنا نقيب عالم، نقيب فقيه، نقيب صاحب رسالة، نقيب بيضيف لمهنة المحاماة ورسالة المحاماة. خلي بالكم المحاماة مش علم في الكتاب، لا، القانون هو اللي في الكتاب، لكن المحاماة دي فقه. الفقه ده وما بيبقاش في الكتاب بنتعلمه. بنتعلمه من مين بقى؟ من أساتذتنا الكبار اللي احنا هنشوفهم النهاردة. الأستاذ يحيى التوني وكيل نقابة المحامين، نقابة العامة للمحامين. الأستاذ محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين. الأستاذة فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة المحامين المرأة. أنا حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين. وأشكركم، وإن شاء الله هنلتقي في المعهد بإذن الله. والآن مع النقيب العام الأستاذ رجاء عطية هنسمع منه ونصغى قوي، لأن الحديث اللي هيتقال حديث جديد وحديث انت هتستوعبه على طول وهتبقى تستحضره لما هتعوزه على طول. النهارده انتوا لغايه دلوقتي لسه مش اعضاء في الجمعيه العامه للمحامين. بعد الحلف اليمين هتبقوا اعضاء في الجمعيه العامه للمحامين، وهنقول لك يا استاذ وهنقول لك يا استاذه بنص القانون، لانك انت اقسمت يمين الولاء لنقابة المحامين مع الفقيه والمحامي والأستاذ رجاء عطية نقيب المحامين.